مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمتابعين لقناة عالبال لتفسير الأحلام. اليوم سنغوص في حلم جديد أرسله لنا أحد متابعينا المميزين. أرسل إلينا أحد المتابعين هذه الرؤية المثيرة: أنا فتاة عزباء، رأيت في المنام شجرة كبيرة يتفجر منها الماء من كل جانب، حتى شكل الماء بحيرة كبيرة من الماء. وجاء تفسير هذا الحلم على النحو الآتي: رؤية الشجرة الكبيرة التي يتفجر منها الماء في المنام قد تحمل العديد من الدلالات والمعاني. وعموماً، يمكن تفسير هذا الحلم على النحو التالي: الشجرة الكبيرة قد ترمز إلى الاستقرار والقوة والنمو، وقد تشير إلى وجود شخص ذو مكانة عالية في حياتك، أو ترمز إلى الطموحات الكبيرة والتطلعات العالية. أما الماء المتفجر، فعادة ما يرتبط الماء في الأحلام بالعواطف والمشاعر. وانفجار الماء من الشجرة قد يشير إلى فيض من العواطف أو تجدد المشاعر في حياتك. أما البحيرة التي تتكون من الماء المتفجر، قد ترمز إلى تجمع العواطف والأفكار، وقد تدل على فترة من الاستقرار العاطفي أو الروحي. وعموماً، يمكن أن يكون هذا الحلم رمزاً للبدايات الجديدة أو لتغيرات كبيرة وإيجابية في حياتك. وقد تشير الشجرة المتفجرة بالماء إلى طاقات وإمكانات غير مستغلة لديك، وأن هناك فرصاً جديدة أو مشاعر عميقة قد تظهر في المستقبل القريب.